واحد من المدربين اللي فرضوا نفسهم بقوه حقيقه هذا الموسم كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق زد، اللي لسه عنده فرصه ان هو يتقدم اكتر في جدول الترتيب، وهو 29 مباراه 47 نقطه في المركز الخامس، لسه عنده فرصه يمكن يوصل رابع وثالث كمان، لكن طبعا عنده مواجهات صعبه جدا في المتبقي من عمر هذا الموسم. ماذا قال بعد هذا الفوز الغالي على حساب مودرن سبورت في لقاء خاص مع الزميل عزيز مجدي شربيني؟ نسمع ونرجع نكمل كلام. بنقل تحياتي لحضرتك من هنا من استاد القاهره بعد انتهاء مباراه زت ومودرن سبورت بفوز فريق زت بثلاث اهداف مقابل هدفين، ومعي المدير الفني الكبير الكابتن مجدي عبد العاطي. اعتقد النهارده اداء مميز جدا خاصه في الشوط الثاني، اخرتوا وبذلتوا مجهود وقدرتوا تستحوذوا على مجريات الامور في منتصف الملعب، لعبت كثير جدا في الامور الهجوميه. قبل ما نتكلم فني خلينا ابارك لك على استمرارك وتجديد الثقه ل 2026 مع نادي زت. الحمد لله، بحمد ربنا وبشكر فضله، بشكر طبعا الاداره على الثقه. الحمد لله احنا يعني تعبانين، بقى لنا سنتين شغالين من اول ما استلمت الفرقه واحنا في الممتاز به. انا حاسس ان انا من اول ما دخلت النادي وانا جزء من السيستم والنظام اللي جوه النادي، حقيقه بتعامل بمعامله اكتر من هايله. الناس موفره كل شيء الواحد بيطلبه الحمد لله. كان احنا اصلا كان عقدي اصلا سنتين، لكن احنا يعني جددنا سنتين تانيين، فبقول ان شاء الله باذن الله بقد الثقه دي. الحمد لله بشكر ربنا بحمد فضله، بشكر اللعيبه على المجهود المبذول خلال السنتين، مش عايز انسى حد يعني، اللعيبه كلها بذلت مجهود كبير جدا يستحقه. الحمد لله اول سنه بتبقى صعبه جدا جدا في الدوري الممتاز، تكوين فريق من عناصر مختلفه، اكثر من 22 لعيب، مجموعه لعيبه معظمها صغيرين في السن، فانا بقول الحمد لله في الاول وفي الاخر احنا بنشتغل وبنجتهد على قد ما نقدر، وربنا التوفيق من عند ربنا الحمد لله. النهارده كانت مرهقه جدا على الخطوط، جدا جدا، بلعب تيم كبير جدا، بلعب مدرب يعني احنا بنتعلم منه كابتن طلعت، يعني حاجه محترمه جدا على المستوى الفني وعلى المستوى الشخصي. كنا متقدمين الشوط الاولاني 1-0 وكنا يعني شبه متسيدين الشوط الاولاني، الشوط الثاني بصراحه كنا نازلين في حاله تراخي وفي حاله رجوع. قدروا مودرن سبورت ان هي تستحوذ على نص الملعب بتاعنا، وقدرت ان هي توصل من خلال الجناب اللي احنا محذرين منها، وجي جون جولين في وقت قليل جدا. الحمد لله برضو لما يجي فيك جولين في وقت زي ده، في وقت قصير زي ده، ممكن اللعيبه تفقد الثقه وممكن المباراه تهرب منك. قدرنا نتماسك وقدرنا نلعب بشكل فيه هدوء، وقدرنا نعمل تغييرات تدعمنا في الحاله الهجوميه، والحمد لله رجعنا وعملنا ريمونتادا، يعني رجوع في وقت كويس جدا وفي وقت هايل. بشكر اللعيبه جدا 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 على المجهود اللي بذلوه، وهم اللي يستحقوا المكسب النهارده. ذكر اللعيبه اعتقد شعورك مختلف، واللعيبه فرحانه بيك مش فرحانه بالفوز. لا لا والله هم فرحانين بالاثنين. امبارح لما نزل الخبر، مش عايز اقول لك يعني صدر خبر على اللعيبه كان عامل ازاي، الحمد لله. وبرده النهارده الحمد لله كنا متعهدين النهارده ان احنا نعمل مباراه كويسه، خاصه ان احنا بنحاول ان احنا نسعى ان احنا ننهي الموسم زي ما بديناه بشكل كويس، والحمد لله بحمد ربنا في الاول وفي الاخر. شكرا مجدي، شكرا شكرا. ده كان لقاءنا مع الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زت بعد الفوز على فريق مودرن سبورت من هنا من استاد القاهره، والان عوده من جديد الى الاستوديو التحليل. شكرا لك يا مجدي على هذا اللقاء. شكرا ايضا موصول لكابتن مجدي عبد العاطي، ومبارك له اكيد على التجديد.